إذا للحديث عما قاله معالي الوزير معنا على الهاتف الدكتور نذير عبيدات الناطق باسم لجنة الأوبئة. مساء الخير دكتور نذير. مساء النور أخ. يعني أنا دائما بسعدني أحييك وأحيي جميع الكوادر الطبية من خلالك، يعني سيماهم في وجوههم من الإرهاق والتعب ولكنكم تؤدون دورا كبيرا دكتور نذير. تعليقك على اليوم 8 حالات، كيف ترى الأمور؟ هل يعني الأمور تحت السيطرة فعليا أو اليوم 8 حالات، امبارح كان 9 قبلها 0، كيف ترى هذا الكيرف كيف يتحرك؟ يعني 8 و9 و0 إذا يوم 1 0 هو زي 8 و9، بينما لو كان الصفر امتد على مدى أيام أو أسبوع أو أسبوعين يكون له مؤشر أو يمكن أن يعتبر مؤشر جيد، أو يعني أنه في طريقنا إلى السيطرة التامة ولو مؤقتة مع الوضع الوبائي في الأردن. لكن الحمد لله ما في قفزات بتخوف بالأرقام. لكن أنه يوم صفر ويوم زي 8 زي 3 زي 4 ويعني يبين أنه في ثبات في عدد الحالات في المملكة، وهذا بحد ذاته وثبات على أرقام معقودة، يعني ما في عندنا 200 و300 و150 وهكذا، يعني هاي أرقام فيها ثبات، وزائد أنه هاي الأرقام يعني مش كبيرة يدل على يعني إن شاء الله في سيطرة، لكن نحن بعيدين على القول أنه الأردن يعني خالي من الكورونا، لم نصل إلى هذه المرحلة. طيب دكتور، لما نحكي عن اليوم معالي الوزير حكى 3 إصابات كانت من الفحوص العشوائية، يقلقك ذلك أنه مش من مكان بؤرة إحنا فاهمينها وعارفينها من الفحوصات العشوائية؟ يعني كيف ممكن يفهمها المواطن؟ يعني أكيد هو يقلق بعض الشيء، لكن هذا الهدف أصلا من العينات العشوائية أن يتم فحص مناطق فيها كثافة سكانية للتأكد من أنه هاي المناطق هي خالية من الإصابات، ويعني لكن العدد ولو أنه 3 هم زوج وزوجة وشخص آخر، غالبا ما يكون لهم اختلاط حالات الإصابة المعروفة، لكن يعني فرق التقصي والتتبع والرصد لابد أن تقوم ب يعني أخذ معلومات أكثر حتى يعني يمكن أن نعرف من أين أتت هذه الإصابة، هذه العدوى لهذه الإصابة. طيب دكتور نذير، حجم العينات العشوائية كانت كبيرة والحمد لله رب العالمين، في أغالبها كانت سلبية باستثناء 3 حالات هذه، هذا يطمئنك أنه فعلا المي مش ماجي من تحت رجلينا، يعني الأمور تحت السيطرة، يعني أنت موجود في اللجنة وأنت تتابع وأنت تقرر مثل هذه العينات العشوائية، هل تشعر فعلا انه فيش شيء خارج السيطره؟ يعني المي مش ما يعني هاي التعبير شعبي سامعني عليه. ان شاء الله يعني احنا لابد هذا الموضوع ان يستمر ويشمل يعني مناطق اخرى من المملكه في الشمال والوسط والجنوب، ويعني اخذ المزيد من العينات يعطينا مؤشر ادق وافضل، وان شاء الله تكون يعني النتائج في الايام القادمه احسن ان شاء الله. إن شاء الله. إربد قصة سيطرة أو قصة نجاح لوزارة الصحة واللجنة وللكوادر الصحية، بجوز كثير ناس ما كانوش يتوقعوا أنكم تسيطروا بهذه السرعة، شو سر النجاح هون كان دكتور؟ سر النجاح أنه الفرق الطبية قامت بدور كبير، وتم زيادة عدد الفرق الطبية اللي عملت في مدينة إربد، كان 5 فرق وتم زيادتهم ل 25 فرقة، وبالمناسبة كان دور مهم يعني المتبرعين في القيام بالعمل الاستقصائي والرصد الوبائي. ثانيا يعني الدور اللي قامت فيه القوات المسلحة والتأكد من أن موضوع العزل لبعض المناطق كان عزلا محكما ويعني حقق الهدف. العامل الثالث هو يعني ما قام به المواطنون من التزام تعاون الناس، يعني وتعاون الناس والوعي اللي أبدوه المواطنين في مدينة إربد، بالإضافة لجهود اللجنة اللي كانت مسؤولة واللي
فيها يعني ممثلين عن القطاع الصحي وعن الأمن العام وعن ورئيس محافظ إربد. كل يعني هذه الجهود كانت جهود مشتركة وإن شاء الله حققت الهدف. سؤال الأخير عن الكوادر الطبية. الكوادر الطبية حتى اللجان اللي بتفحص على اشتباك مباشر مع المرضى وخطتهم محكمة أيضا بإبعادهم أو استمرارية متابعة أيضا حالتهم الصحية، يعني لأنه بنسمع بالعالم كله الآن الكوادر الطبية بجوز 10% من الإصابات هي الكوادر الطبية، لكن بعرفش إذا الرقم دقيق أو صحيح، لكن بالنهاية في إصابات. هناك خطة محكمة راضي عنها أنت دكتور نذير؟ يعني منظمة صحيح منظمة الصحة العالمية هي يعني أشارت إلى هذه الجزئية وحذرت من يعني موضوع الكوادر الصحية وضرورة حماية الكوادر الصحية، وهذا يعني أمر مهم في مثل هذه الظروف. طبعا احنا بالأردن ان شاء الله نتمنى انه الفرق الطبية تكون قادرة اولا على حماية نفسها ومن ثم تقوم بواجبها تجاه المرضى. لا يعني بالواقع انه موضوع حماية الكوادر الصحية كان يعني جزء مهم، واللجنة الوطنية اوصت بضرورة اعطاء هذا الجانب كل الأهمية، ووزارة الصحة لم تقصر، قامت يعني بتزويد الكوادر الصحية بكل وسائل الوقاية الشخصية. وهناك يعني أخبار جيدة بأن يعني بالأيام القليلة القادمة ستصل كميات كبيرة من وسائل الحماية الشخصية من خارج المملكة، وهناك أيضا عدة مصانع أصبحت تقوم بصناعة هذه التجهيزات والمستلزمات للوقاية التي يحتاجها أو تحتاجها الكوادر الصحية. بجوز أنا قصدت جزئية يكون في بروتوكول يتعلق بمدة عمله، وين يقضي إجازته، يبتعد عن أهله، في هذا التفكير أو موجود؟ يعني كان هناك تفكير يعني أن يكون هناك بروتوكول من خلال يعني تقوم الكوادر الصحية بالعمل لمدة 14 يوم، ثم ينتقل 14 يوم في ويسكن في أحد الفنادق، ويذهب 14 يوم آخر إلى أهله. طبعا هذه يعني كان في صعوبة بتطبيقها، ويعني الكوادر الصحية نفسها كانت مترددة في قبول مثل هذه الخطوة. نعم دكتور نذير، أشكرك شكر جزيل على وقتك، وتحية لك مرة ثانية ولجميع العاملين في القطاع لجهودهم الكبيرة. دكتور نذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، شكرا دكتور نذير. إذن أعزائي المشاهدين